صباح يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام، وارفعي صوتك يا فاطمة. ماشي يا دكتور، ماشي حضرتك. بص لو سمحت، انا بحلم ان حلمت ان والدي اداني لحمة معلش، دي الوالد شوية مش عايش؟ قوي، بس انا الحتة ما والدك عايش؟ عجبتنيش فاشتكيت لامي، فامي كانت جاية تكلمه فانا قلت لها خلاص خلاص. طب سؤال، الوالد حي يرزق؟ اه وانت متجوزة؟ اه واحوالك الزوجية طيبة؟ اه يا شيخ، ما فيهاش قلق؟ اه طيب عملت ايه باللحمه؟ احوالي الزوجيه يعني الحمد لله زي اي بيت يعني ساعات وساعات. طيب اللحمه عملت بيها ايه؟ ايه؟ اللحمه عملت بيها، اكلتيها طبختيها؟ اللحمه لا ما عملتش فيها حاجه، مش يعني سيب بعد كده، ما قلت لوالدتي، قلت لوالدتي وخلاص يعني ما بس. طيب والله يا بصي، احنا عندنا طبق الوالد. طب اسمعينا من التلفزيون، شوف يا فاطمة، أبويا جه وأعطاني لحمة، اللحمة عندي أرزاق جميلة وحلوة، بس بشرط ما تبقاش لحمة ريحتها وحشة ولا شغتها كتير، تكون لحمة من اللي بيحبها الإنسان، وتحسن أحوال زوجية. لكن أمي وأبويا ظهروا معاي، يبقى أنا أبر أمي وأبويا بر مظبوط، تنضبط أموري الرزقية والزوجية. طيب نرجع تاني.